السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. معكم عماد، فيديو جديد. في هذا الفيديو هذا نخدموا الدرس تاع البرودوي سكالير الاولى باكسيون سيكسيون سمارت. ففي هذا الدرس هذا غنشوفوا كاع القواعد، كاع لي نوسيون اللي كاينين فيه بواحد الشكل اللي مبسط وسهل. فتبع معايا الفيديو من الاول حتى الاخر. اول حاجه نديرو غابيل شنو هو البرودوي سكالير، حيت الاغلبيه ما قراش في السانكيام اني. فالغابيل كما كتشوفوا قال لك او و في دو فيكتور ديال البلون، يعني دو فيكتور ابارتيان للبلون. نشرحوا بعدا شنو هو البلون. البلون بحال الا قلتي واحد لا سيرفاس، مثلا هاد الورقه كاملها بلون. الا خدينا واحد البوان طالع عليها، يعني كاين في لي سباس طالع عليها، كنقولوا ديك الساعه انا بارتيان با البلون. الا نزل عليها انا بارتيان با البلون. كاين هنايا في شي بلاصه نفس النيفو تاع هاد الورقه هادي، نفس لا سيرفاس تاعها، يعني بهذا الشكل هذا كنقولوا ديك الساعه بارتيان البلون. يعني البلون بحال واحد الارضيه، بحال مثلا قلنا شي حاجه محطوطه فوق الارض كنقولوا ابارتيان البلون، شي حاجه يعني معلقه اولا المهم طايره في السماء كنقولوا انا بارتيان با البلون. هذا هي اكزومبل على البلون. المهم قال لك او في دو فيكتور دو بلون، او سكالير في هاد البوان هادي كتقرا سكالير. وفي لي فيكتور ما عمرنا ما كنديرو الملتيبليكاسيون مضروبه، ما عمرنا كنديرو، كنديرو نقطه. هادي كتقرا او سكالير في ماشي او ملتيبلي بار في. المهم او سكالير في ايكال لا نورم دو او فوا لا نورم دو في فوا الكوسينوس ديال او في. اشنا هي لا نورم؟ هي الطول تاع الفيكتور او. بحال قلنا الفيكتور ا بي لا نورم تاعو هو ا بي، المسافه ا بي. كذلك لي فيكتور يعني ما يمكنش نقولوا او المسافه او، كنقولوا لا نورم ديال الفيكتور او اللي هي نيت لا يعني العبار تاعو القياس تاعو شحال فيه. فوا لا نورم ديال في فوا الكوسينوس تاع لونغ اللي بين او و في. هاد القواعد تقريبا راه الاغلبيه كيخدم بهم في الفيزيك في ليكيليبغ ديال لي فورس، يعني راه ماشي شي حاجه جديده. وقال لك عاوتاني الا كان الفيكتور او بيربونديكولير افيك الفيكتور في، او سكالير في توجور ايكال لزيرو، حيت او سكالير في في هاد الحالات كون كوس ديال 90 كوس ديال بي على جوج، ديك الساعه بي على جوج راه الكوس تاعها هو زيرو. فدائما هنا راه كيكون بالغاديه ماشي بالدوغري. المهم نمشيو دابا للفقره الثانيه في الدرس اللي هي لي تيب دو روبير. بالنسبه لي روبير عندنا 3 تيب، كاين الروبير اورثوغونال، الروبير نورمي، واخر روبير اللي هو الروبير اورثونورمي اللي كيجمع بيناتهم بجوج. فنبداو اول حاجه شنو هو بعدا الروبير، امتى كنقولوا يعني شي ايغ انه روبير. فا اون دي كو R, O, I, G est un repère du plan. Et quand on dit un repère du plan, si la base c'est le repère là, est une base du plan. Enfin, la base du plan, ouais, belge que là, qui me quelque chose, la base I, G, c'est une base du plan. Belge que là, quand on perd point de couleur, base du plan. Mais quand on belge que là, de plus mustaqim, mais que tu imagines que ça, base du plan. Ou là, tu es quand on confond du I, yani G, mais que tu imagines base du plan. À des lignes, y a la base du plan. Enfin, quand on dit un R, c'est un repère du plan. Il a quand la base zéro une base du plan. Monsieur d'abord le repère orthogonal. Est-ce qu'on a le repère orthogonal du plan? Est-ce qu'on a double le repère orthogonal du plan? Si la base IG est une base orthogonale, yani il a la base zéro perpendiculaire. Bel chic le hada. Donc ça quand on dit c'est un repère orthogonal. Il a quand fait chez zéro حادة ولا منفرجة ما كيتسماش repère orthogonal. يعني I scalaire G le vecteur I la base scalaire le vecteur G qui est concaissé zéro. نمشيو للروبير نورمي. اش هو الروبير نورمي؟ لا باز اي جي باز نورمي، يعني اي المسافه تاع هذا الفيكتور هذا العبار تاعو هي نيت العبار تاع الفيكتور جي وكيساوي واحد دائما. يعني الفيكتور اي كيساوي الفيكتور جي، يعني المسافه لا نورم كتساوي واحد كما كتشوفوها هي القاعده بالصفر. لا نورم دو اي ايكال لا نورم دو جي ايكال ان، لا باز تاعو خاص تحقق فيها هذه. وبالنسبه للروبير اوردو نورمي اللي كيتستعمل دائما في لي زيكزارسيس، هادو هير دي نوسيون خاصك تكون عارفهم، هذا هو اللي كيتستعمل في لي زيكزارسيس كيجمع بيناتهم بجوج. اوردو نورمي جات من اورثوغونال او نورمي، جمعنا بيناتهم في الروبير اوردو نورمي. فالروبير اوردو نورمي سي ان روبير اورثوغونال اي نورمي ا لا فوا، كيما قلنا جمعنا بيناتهم بجوج. يعني كي غتكون لاباز تاعو هي لاباز اي راه كتساوي جي وهما بيربونديكولير وكيساويو واحد. لا نورم ديال اي ايكال لا نورم دو جي ايكال ان، و اي سكالير جي ايكال زيرو. وعاوتاني كاين واحد الروبير اوردو نورمي ديريكت، امتى كيكون ديريكت؟ بكل بساطه الا كانت هاد الزاويه هي بي على جوج، ما كانتش موان بي على جوج
او لا 3 بي على جوج او لا شي حاجه، خاصها تكون بي على جوج كما كتشوفوا. هذه هي بي على جوج. بالنسبه لهنا الا كانت الفوق اي والتحت جي ما غتكونش بي على جوج، حيت كنبداو من اي فيغ جي. هنايا تكون موان بي على جوج، ولكن هنا كنبداو من اي غادي لجي غتكون بي على جوج، حيت هذا هو السونس ديال السيركل تريغونوميتريك. يعني هاد الزاويه خاصها تكون بي على جوج، هذا هو الروبير اوتونورمي ديريكت. فتقريبا هادو لي نوسيون ديال الروبير خاصك تكون ضابطهم مزيان، ولكن في التمارين تبقى تخدم غير بالروبير اوتونورمي، خصوصا الروبير اوتونورمي ديريكت. نمشيو دابا لي زيكسبرسيون اناليتيك دو برودوي سكالير، يعني القواعد تاع لي فيكتور والمسافات وداكشي اللي غتستعملهم. فالفقره الثالثه اكسبرسيون اناليتيك دو برودوي سكالير، هنا ناخذ دو فيكتور دو بلان U تيل كو لي كوردوني تاعو هما اكس ايغريك، و في لي كوردوني تاعو هو ا بي. فمن بعد نشوفو كيفاش نحسبو لي كوردوني ديال الفيكتور. المهم قال لك U سكالير في، بغينا نعرفو القيمه تاعها كنديرو الابسيس تاع هذا فوا الابسيس تاع هذا بلوس لوردوني تاع هذا فوا لوردوني تاع هذا. بهذا الشكل هذا كنحسبو القيمه تاع U سكالير في، حيت دائما هادي راه كتعطينا واحد العدد لي ابارتيان لإغ، حيت لي كوردوني ابارتيان لإغ. المهم وعاوتاني كاينه واحد القاعده، الا بغيتي تعرف لا نورم ديال واحد الفيكتور اش كدير، كدير الغاسين كاري تاع لابسيس تاع داك الفيكتور كاري بلوس لوردوني تاعو كاري. بهذا الشكل هذا كتعرف لا نورم ديال U على سبيل المثال هنايا، ونفس الشيء لا نورم ديال V ناخذو غاسين ا كاري بلوس B كاري. بهذا الشكل هذا كتحسب لا نورم. نمشيو دابا لدي بوان، الا عندنا واحد البوان ا وواحد البوان بي، تيل كو ا لي كوردوني تاعو هو اكس ا ايغريك ا، بي لي كوردوني تاعو هو اكس بي ايغريك بي. بغينا نعرفو لي كوردوني ديال الفيكتور ا بي، اش كنديرو؟ كنبداو بلابسيس ديال هاد البوان موان لابسيس ديال هاد البوان، وعطي لوردوني ديال هاد البوان موان لوردوني ديال هاد البوان. كيما كتشوفو اكس ديال ا بي هي اكس بي موان اكس ا، و ايغريك تاعو هي ايغريك بي موان ايغريك ا. وبالنسبة للمسافة ا بي هي الغاسين كاري ديال اكس بي موان اكس ا كاري بلوس ايغريك بي موان ايغريك ا كاري. هاد القواعد هادو ضبطهم مزيان وعقل عليهم، كتبهم في شي ورقة راه غتحتاجهم دائما. المهم وهاد الشيء كاين في الدرس تاع التاسعة تاع دغوات دون لو بلون، فيها كاع هاد لي فيكتور وهاد المسافات يعني كيفاش تحسبهم. يعني لحد الان راه باقي ما دخلنا في شي حاجه جديده، باقي كنديرو الغابيل تاع داكشي اللي فات. المهم نمشيو دابا للفقره الكاتريام باراغراف تاع الدرس، الانيغاليتي دو كوشي شوارتز والانيغاليتي تريونغولير. المهم هاد السميه راه ما تخلعكمش، عارف السميه تاع هاد الانيغاليتي السميه تاع هذاك اللي قادها. وعندك الانيغاليتي تريونغولير اللي راه دائما يعني كاينه في شحال من حاجه، كاينه في لوجيك تاعي. المهم الانيغاليتي تاع كوشي شوارتز اش كتقول؟ كتقول انه الفالور ابسولي تاع يو سكالير في توجور انفيريور او ايغال لا نورم ديال U فوا لا نورم ديال V. هادي يعني الانيغاليتي ديال كوشي شوارتز، يمكن لك دير ليها ديمونستراسيون، ترفع هنا كاري وترفع هنا كاري وتعوض كل حاجة بهاد القواعد اللي عندك هنايا، راه تخرج لك توجور في الاخر. وعندك عاوتاني الانيغاليتي تريونغيلير، قالك لا نورم ديال U بلوس V الفيكتور U بلوس V لا نورم ديالو يعني المسافة اللي عطينا توجور انفيريو غال لا نورم ديال U بلوس لا نورم ديال V. حيت هنايا هادي من الجات اشنا هي بعدا الانيغاليتي تريونغيلير، كتقول لك انه الا كان عندك واحد التريونغل بهذا الشكل هذا تلك هاد نسميو هاد البوان A، هذا A وهذا B وهذا C، هاد المسافة اللي هنا A صغيرة هادي B صغيرة وهادي C صغيرة. اش كتقول لينا الانيغاليتي تريونغيلير؟ انه A انفيريور B بلوس C، B توجور انفيريور ل A بلوس C، و C انفيريور ل A بلوس B بهذا الشكل هذا. فهنا اش قلنا في يعني الانيغاليتي تريونغيلير تاع لي فيكتور؟ انه الفيكتور U بلوس الفيكتور V إت انفيريور غال لا نورم ديال الفيكتور U بلوس لا نورم ديال الفيكتور V. بالنسبة لي فيكتور الا خدينا هذا هو الفيكتور U، يعني نفسرو الانيغاليتي تريونغيلير تاع لي فيكتور هذا الفيكتور V، هذا بلوس هذا يعطينا واحد الفيكتور هنايا تلكو هذا يكون باراليل او غرام. فهاد الفيكتور نسميوه الفيكتور R، تلكو دائما هذا راه باراليل او غرام باش تكون لا صوم صحيحه. لا نورم ديال U بلوس V يعني لا نورم ديال هاد الفيكتور R، المسافة ديال الفيكتور R القياس تاعو اش كتكون انفيريور او ايكال المسافة تاع هذا زائد المسافة تاع هذا، حيت هاد R غادي إلا قلبناها لهنا
راه هي نيت هاد المسافة هادي، راه هاد اغ هو نيت هاد اغ اللي هنايا، لا نورم ديال اغ هي نيت هاد لا نورم اللي هنايا، ولكن ماشي نفس الفيكتور، راه هي نيت هاد المسافة اللي هنا حيت هذا باراليل او غرام. وكيما كتشوفوا دابا ولا عندنا تريونجل، يعني نفس الانيغاليتي تريونجيلير، هاد اغ هادي اللي هنايا راه غتكون انفيريور او ايكال لهذا بلوس هذا دابخي الانيغاليتي تريونجيلير اللي كلشي كيعرفها، يعني هكا راه تسمات هادي الانيغاليتي تريونجيلير ديال لي فيكتور. المهم دابا نمشيو الفقرة 5، قال لك فورميل ديال السينيس والكوسينوس كيفاش كنحسبوا السينيس والكوسينوس عند الفيكتور. ناخذ عاوتاني الفيكتور U لي كوردوني تاعو اكس واي، الفيكتور V لي كوردوني تاعو A و B، الكوسينوس تاع الزاوية اللي بين U و V كتساوي U سكالير V على لا نورم ديال U فوا لا نورم ديال V. وبالنسبة لهاد U سكالير V راه كنا عرفنا القيمة تاعها هي A اكس بلس B واي نعوضوا بها، وهادي تا هي عرفنا القيمة تاع U اللي هي غاسين اكس واي غاسين اكس كاري بلس واي كاري، و لا نورم ديال في اللي هي نيت غاسين ا كاري بلس بي كاري، نعوضو هنايا كل وحده بالقيمه تاعها. يعني بهذا الشكل هذا يمكن لينا نحسبوا الكوسينوس تاع الزاويه اللي بين او و في، والسينوس كنديرو ديتيرمينون ديال او في. ديتيرمينون اش كنديرو فيه؟ باغ اكزومبل عندنا او يعني لي كوردوني تاعو ا بي، و في لي كوردوني تاعو اكس ايغريك. ديتيرمينون ديال او في اش كنديرو فيه؟ كنديرو بهذا الشكل هذا، كنكتبو لي كوردوني تاع الفيكتور الاول اللي هو U يعني AB، وهنا كنكتبو لي كوردوني تاع الفيكتور الثاني يعني اكس واي. اش كنديرو؟ كنديرو هذا في هذا ناقص هذا في هذا، يعني AY موان اكس بي. اش هنايا يعني تبدل الترتيب تاعهم؟ حيت هنايا خدينا الفيكتور اي هو لي كوردوني تاعو اكس واي، والفيكتور في لي كوردوني تاعو A و بي، وفي الاكزومبل اللي عطيتكم راه العكس كما كتشوفو، اي هو اللي عنده AB و في اكس واي، يعني راه ماشي درنا خطا ولا شي حاجه. المهم هي قلبنا الفورميل تاع الكوسينوس او السينوس بهذا الشكل هذا، والديتيرمينون ضبطو مزيان كيفاش كيتحسب. كما قلت لكم هذيك هي الطريقه باش كنقدروا نحسبوا، وفي المقام دائما لا نورم ديال او فوا لا نورم ديال في، ويمكن لك عاوتاني تعوض بال يعني الفورميل تاعها ولا القاعده تاعها دابخي هذه اللي هنا. فبهذا الشكل هذا كنحسبوا الكوسينوس او السينوس ديال لي فيكتور. نمشيو دابا الفقرة اللي هي لا سيرفاس دابخي لي كوردوني، كيفاش تحسب لا سيرفاس ديال واحد تريونجل او لا يعني كيما كان تحسب لا سيرفاس تاعو دابخي لي كوردوني. على سبيل المثال التريونجل ا بي سي بهذا الشكل هذا، ا بي اي سي، التريونجل هذا كيفاش نعرفوا السيرفاس تاعو؟ السيرفاس اش كتقول القاعده؟ كتساوي ان سور دو فوا لا فالور ابسولي ديال ديتيرمينون ديال ا بي ا سي بهذا الشكل هذا، ديتيرمينون تاع هاد لي فيكتور هادو. فعلى سبيل المثال هنايا ناخدو ا لي كوردوني تاعها هو 0 1، بي لي كوردوني تاعها هو 1 2، و سي لي كوردوني تاعها نقولو يعني باش يكون داكشي منطقي تكون هنايا موان زان، وفي الابسيس هنايا نقولو موان دو، وهنايا نقولو تا هو موان دو، يعني غير باش يكون داكشي منطقي. المهم ديتيرمينون ديال ا بي اش كنديرو فيه؟ لي كوردوني ديال ا بي بعدا لي كوردوني ديال ا بي هما اكس بي موان اكس ا، فين هي اكس بي؟ هي 1 ناقص اكس ا اللي هي 0 يعني موان اولا 1 بهذا الشكل هذا، وهنايا ايكغيك بي موان ايكغيك ا يعني موان 2 موان 1 اللي هي موان 3. وبالنسبه لفيكتور ا سي غيكون عندنا اكس سي موان زان موان اكس ا اللي هي 0 يعني موان زان، ويكغيك سي موان 2 وموان ايكغيك ا اللي هي موان 3. ديتيرمينون تاع ا بي ا سي اش كنديرو عاوتاني؟ كنديرو بهذا الشكل هذا، كنكتبو هنايا لي كوردوني تاع ا بي 1 موان 3، لي كوردوني تاع ا سي موان زان موان 3، هذا في هذا ناقص هذا في هذا، يعني ناقص 3 زائد 3 اولا ناقص 3 عفوا، عندنا يعني تكون زائد يعني تزاد عليها ناقص اللي كتساوي ناقص 6. فقال لك لا سيرفاس هذه لا سيرفاس ديال ا بي سي كتساوي ان سور دو لا فالور ابسولي ديال ديتيرمينون، ديتيرمينون هو موان 6 الفالور ابسولي تاعو هو 6 فوا ان سور دو اللي هي 3، يعني لا سيرفاس تاع تريونجل ا بي سي غتساوي لنا في هذه الحاله هذه 3. دابخي لي كوردوني عرفنا لا سيرفاس ديال هاد تريونجل هذا. ومشيو عاوتاني للباراليل اوغرام، باراليل اوغرام نفس القاعده، باغ اكزومبل هنا نقولو ا بي سي دي، نفس القاعده كناخدو لا سيرفاس ديال ا
بي سي دي هي بلاصه هاد ان سور دو كتحيد في تريونغل دانا ان سور دو حيت تريونغل هو نيت نص تاع واحد الباراليل او غرام كما كتشوفوا و في باراليل او غرام ما عنديوش داك ان سور دو نكتبوا ديريكت الفالور ابسولي ديال ديتيرمينون تاع ا بي عاوتاني ديتيرمينون تاع ا بي ا سي بهذا الشكل هذا كناخذوا الفيكتور الاول اللي في السميه تاع الباراليل او غرام وكنتبعوا النقطه الاولى مع النقطه الثانيه يعني ا بي ا سي وكنديروا لا فالور ابسولي وكنحسبوا الديتيرمينون تاعنا يعني بشكل سهل خاصنا لي كوردوني تاع كل بوين فبهذا الشكل هذا نكونوا شرحنا هاد الفقره تاع السيرفاس دابخي لي كوردوني كيفاش نديتيرمينيو لا سيرفاس تاع واحد الشكل غير من خلال لي كوردوني تاع لي بوين تاعو فالفقره السابعه دو دون لو بلون ايتود اناليتيك ناخذوا هاد لا دروات هادي اللي هي لا دروات دي نعاودو نكتبوها باش تبان لكم يعني ناخذوا على سبيل المثال هاد لا دروات دي ديكواسيون كارتيزيان ا اكس بلس بي ايغريك بلس سي ايغال ا زيرو فمن بعد نشوفوا كيفاش نقادو الايكواسيون كارتيزيان وناخذوا هنايا فيها النقطة A فيها النقطة B وهذا الفيكتور اللي هو E هو الفيكتور الموجه تاعها يعني نقولوا E هو هذا الفيكتور هذا كيوجهها لهذا الجهة هذه فهنايا اش غنديرو عاوتاني نديرو الايكواسيون كارتيزيان كيفاش نقادوها هنايا كيقول لك كما كتشوفوا النقطة A في الايكواسيون كارتيزيان كنديرو إيكغيك بي موان إيكغيك A يعني لوغدوني تاع النقطة الخاف في الفيكتور يعني الفيكتور راه كيشيل هاد النقطه هادي يعني هاد النقطه مو النقطه الاولى هادي هي ا ولكن لوغدوني تاع هادي تلك هنايا ا نقولو يعني لي كوردوني تاعو هو اكس ا ايغريك ا و بي هو اكس بي ايغريك بي بالنسبه لهاد الشيء كاملو ديال التسعه ها كنعاودو نديرو ليه غابيل ا كتساوي ايغريك بي موان ايغريك ا وبالنسبه لبي كتساوي اكس ا موان اكس بي كنشدو لابسيس ديال النقطه الاولى موان لابسيس ديال النقطه الثانيه بهاد الشكل هذا كنحسبو ا وبي وقال لك باش تحسب سي يعني باش تلقى سي انت اول حاجه كتلقى او بي باش تلقى سي كتغون بلاسي اكس و واي بشي بوين كاين في دي يعني ناخذو شي بوين كاين في دي دابا نكونو لقينا ا يعني دي غتكون هي واي بي موان واي ا هادو كيتعطاو لك في لي دوني فوا اكس بلس واي ا موان واي بي فوا واي بلس سي ايغال زيرو باش تلقى سي كتعوض هاد اكس بشي بوان كاين في هاد الدغوات هادي على سبيل المثال ا و واي تاهو بشي بوان كاين في لا دغوات اللي هو ا و غات يعني تعوض كل حاجه بالقيمه تاعها تجيبهم الطرف الاخر غتلقى ديك الساعه القيمه تاع سي وهكا كيمكن لك تقاد لا دغوا ليكواسيون كارتيزيان ديال واحد الدغوات من بعد غنشوف واحد الابليكاسيون غتضبطو مزيان هاد الايكواسيون كارتيزيان هادي فالمهم هذا الفيكتور ديريكتور وقال لك الفيكتور ديريكتور تاع هاد لا دغوات هادي لي كوردوني تاعو هو موان بي و ا بهذا الشكل هذا موان بي و ا كنزوم ليكواسيون كارتيزيان كما كتشوفوا هنا راه بي نكونو حسبناه بهذه الطريقه هذه و ا تاهو عندنا يعني لابسيس تاع او هو موان بي و لوردوني تاعو هو ا ف هذا كيتسمى الفيكتور ديريكتور الفيكتور الموجه تاع لا دغوات دي غاديه في هذا الاتجاه يعني هذا الفيكتور ديريكتور دو دي الحاجه اللي غتزاد جديده ف يعني السيزيام ما كاينش في السانكيام اللي هي الفيكتور نورمال اللي هو ان كنرمزو ليه بان تلك ان الفيكتور نورمال اللي دوني اولا لي كوردوني تاعو هو ا و بي ف ا هي هادي و بي هي هادي هنا كاينه موان بي ا هنا ا بي هذا هو الفرق بين الفيكتور ديريكتور اللي هو هذا والفيكتور نورمال بالنسبه للفيكتور نورمال كي كيكون مع لا دغوات كيكون دائما بيربونديكولير معها هذا هو فيكتور نورمال ديال لا دغوات ا بي اولا لا دغوات دي فالمهم هادو لي كوردوني تاع الفيكتور نورمال هادو لي كوردوني تاع الفيكتور ديريكتور وكيما كتشوفوا راه كامل هادشي مكتوب في هاد الملخص هذا قال لك الفيكتور ديريكتور دو دي هو او موان بي ا الفيكتور نورمال تاعها هو ان ا بي فاش كنستعملوا هاد الفيكتور نورمال باش نعرفوا ليكواسيون كارتيزيان تاع دلتا الا كانت بيربونديكولير مع دي شي دغوات بيربونديكولير مع هاد دي هادي يمكن لينا نعرفوا ليكواسيون كارتيزيان تاعها دابخي الفيكتور نورمال يعني غنشوف واحد الابليكاسيون غتضبطوا فيها مزيان هادشي و الغوبريزونطاسيون باراميتريك ديال لا دغوات دي كنديرو بحال واحد السيستيم اكس كتساوي اكس ا
اللي هو يعني لي كوردوني تاع واحد البوان كاين في ديك لا دغوات موان بي تي. شنو هو بي؟ هو لي كوردوني ديال او لا ها هو في الايكواسيون كارتيزيان عفوا فكنديرو موان داك يعني العدد اللي هنايا و فوا تي تي كو تي ابارتيان لار او ايغريك ايغال ايغريك ا بلس ا تي تي ابارتيان توجور لار ا راه كاينه في الايكواسيون كارتيزيان ويمكن ليك تجبدها من الفيكتور نورمال او الفيكتور ديريكتور يعني من خلال ريبريزونطاسيون باراميتريك يمكن لك تجبد لي كوردوني تاع هذا ولي كوردوني تاع هذا ويمكن لك تستنتج ايضا ليكواسيون كارتيزيان. فنمشيو نشوفوا اخر فقره قبل ما ندوزو لابليكاسيون. اخر فقره في دغوات دون لو بلون كتقول لك ديستونس دان بوان ا دي يعني واحد البوان بعيد على لا دغوات دي باغ اكزومبل ناخذو هو البوان سي بهذا الشكل هذا تيلك سي لي كوردوني تاعو اكس سي و ايغريك سي توجور فلا ديستونس بين هذا البوان والدغوات يعني دي كناخذو كنديرو الاسقاط يعني بشكل عمودي بهذا الشكل هذا كتكون بيربونديكولير يعني هنا نقولوا البوان اش هذا هو الاسقاط تاعو على دي فهاد المسافه سي اش كاينه واحد القاعده باش نقدروا نحسبوها يمكن لينا ايضا نرمزوا ليها بلا ديستونس بين سي ولا دغوات دي عقل على هاد لي سامبول هادو حيت كتحتاجهم راه كتساوي سي اش اللي كتساوي لا فالور ابسولي ديال شنو الفالور ابسولي ديال هاد الايكواسيون كارتيزيان ولكن كتعوض اكس و واي بلي كوردوني ديال داك البوان اللي عندك هنايا يعني ا اكس سي بلس بي واي سي بلس سي بهذا الشكل هذا سور الغاسين ديال ا كاري بلس بي كاري ا و بي راه كاينين في ليكواسيون كارتيزيان توجور بهذا الشكل هذا يمكن لك ديتيرميني المسافه سي اش يعني الديستونس بين البوان سي ولا دغوات دي. فعلى بركه الله نبداو الاكزرسيس دابليكاسيون تاعنا تاع الفقاعه تاع دغوات دون لو بلون فهنا عطانا 3 تاع لي بوان ا 3 موان 1 بي موان 3 موان 3 و سي 2 موان 3 السؤال الاول قال لي كالكولي الكوسينوس ديال لونغل ا بي ا سي يعني لونغ اللي بين الفيكتور ا بي والفيكتور ا سي وعاد قال لك كالكولي السينوس تاع الميم اونغل وفي الاخر قال لك ديدوير او لا ديتيرميني داك لونغ اللي حسبتي ليه الكوسينوس او السينوس يعني ديدوير من هاد الجوج فعلى بركة الله نبداو بالكوسينوس اش كنديرو في الكوسينوس كيما شفنا في الدرس الكوسينوس تاع لونغ اش كنديرو فيه اول حاجة كنديرو هكا يعني عدد كسري كنديرو في الفوق ا بي سكالير ا سي كنديرو الا قال لك الكوس تاع لونغ لي بين جوج تاع لي فيكتور كدير هاد الفيكتور سكانير هاد الفيكتور وفي التحت كدير لا نورم تاع هاد الفيكتور فوا لا نورم ديال هاد الفيكتور صافي بكل بساطة كتطبق القاعدة تاعك وكيخرج لك الجواب الصحيح كنديرو هنايا النورم تاع ا بي فوا لا نورم ديال ا سي وهنايا ا بي سكانير ا سي شنو هي هي اكس ديال ا بي لابسيس ديال ا بي فوا لابسيس ديال ا سي بلس لابسيس ديال لوردوني ديال ا بي فوا لوردوني ديال ا سي فهنايا نحتاجو يعني لي كوردوني تاع ا بي و ا سي فمن الافضل نحسبوهم اول حاجه ا بي اش كنديرو فيها اكس بي موان اكس ا يعني هنايا موان 6 وهنايا ايغريك بي موان ايغريك ا موان 3 بلس 1 اللي هي موان 2 بهذا الشكل هذا ف ا سي اش غنديرو اكس سي موان اكس ا 2 موان 3 يعني موان 1 وهنايا ايغريك سي موان ايغريك ا يعني موان 2 بهذا الشكل هذا فدابا هنايا اش غنديرو ايغال اكس ديال هذا فوا اكس ديال هذا بلس ايغريك تاع هذا فوا ايغريك تاع هذا القاعده كنطبقوها يعني 6 موان 1 اللي هي 6 موان 2 موان 2 اللي هي 4 يعني هي 6 بلس 4 وبالنسبه لنا نورم كنديرو الغاسين ديال اكس كاري تاع هذا بلس ايغريك كاري تاعو هذه هي لا نورم تاع ا بي كما شفنا في القاعده يعني هنايا 36 زائد 4 وهنايا اش غنديرو غنديرو واحد كاري زائد ناقص جوج كاري يعني فوا دائما الغاسين ديال واحد زائد أربعة بهذا الشكل هذا ففي التحت تولي عندنا الغاسين ديال 40 في 5 يعني الغاسين ديال 200 فالمهم نحاولوا دابا نحسبوا هذا الشيء في الكالكول تاعنا كتساوي 10 على غاسين 200 وهذه غاسين 200 اللي هي غاسين 2 في 10 يعني راه كتساوي 1 على غاسين جوج ما نحتاجوش كاع الكالكول فالمهم دابا لقينا الكوسينوس ديال هاد لونغل هذا وإلا بغينا نحيدو الغاسين من المقام غنردوها غاسين جوج على جوج دابا نحسبو سينوس تاع هاد لونغل هذا اش كنديرو في السينوس كيساوي ديتيرمينون هنا درنا ا بي سكالار ا سي نديرو ديتيرمينون تاع ا بي و ا سي بهذا الشكل هذا هو الفرق بين السينوس والكوسينوس وفي التحت دائما لا نورم ديال ا بي
فوا لا نورم ديال اسي. يعني هنايا القواعد كانت بقوم كيما هما ما كنزيدو حتى حاجه. هنايا الديتيرمينون اش كنديرو كوردوني تاع هذا ولي كوردوني تاع هذا بشكل عمودي، لي كوردوني تاع ا بي اللي هما موان 6 و موان 2، لي كوردوني تاع اسي اللي هما موان 1 و موان 2. اش كنديرو في الديتيرمينون؟ هذا في هذا ناقص هذا في هذا، ناقص اف ناقص 2 اللي هي 12، ناقص 2 في ناقص 1 اللي هي 2، يعني نديرو ناقص 2 اللي كتساوي 10. يعني ديريكتومون ديتيرمينون تاع 2 راه كيساوي 10. وبالنسبه لهاد المسافه راه كنا حسبناها كنحسبوها بالطريقه هادي، عطاتنا غسين 200. وهادي راه هي نيت هادي اللي هي غسين 2 على 2. يعني لقينا انه الكوسينوس تاع لونغل بين ا بي و ا سي هو نيت السينوس تاع داك لونغل. دابا قال لنا ديتيرمينيو داك لونغل، فاش غنديرو هنايا؟ هنا يمكن لك تخدم بداك الطابلو ديال الكوسينوس والسينوس اللي يمكن فيه تستنتج يعني لونغل من خلال الكوسينوس والسينوس تاعو، او لا يمكن لك تخدم بالكالكول، تخدم بالكوس موان زان والسين موان زان. اذا ما كنتيش حافظ داك الطابلو، ولكن رد البال خاصك يعني تخدم بهذه وتخدم بهذه، ماشي تخدم غير بالكوسينوس موان زان او السينوس موان زان بحال الدوغري، حيت هنايا كنخدمو بالغاديان. فدائما كتحول الكالكول تاعك للغاديان. اش كدير اول حاجه؟ كدير الكوس موان زان تاع هادي اللي هي غاسين 2 على 2، فتقريبا غتعطينا بي سور 4. نقولو هنايا خونا الكوس موان زان ديال غاسين 2 على 2 راه كتساوي بي سور 4، اي سين موان زان تاع غاسين 2 على 2 اش غتعطينا؟ نحسبوها سين موان زان تاع غاسين 2 على 2 غتعطينا تا هي بي سور 4، تا هي كتساوي بي سور 4. فالونغ علاش غنقولو عليه؟ الوغ لقينا انه السينوس والكوسينوس يعني السينوس تاع بي سور 4 هو غاسين 2 على 2 اللي هو هذا، والكوسينوس تاع بي سور 4 هو غاسين 2 على 2 اللي هو هذا. فشنا هو لونغ هنايا؟ هو نقولو ا بي ا سي لونغ، اشنا هو في هاد الحالة؟ ايكال بي سور 4. وهنايا ما نساوش واحد الحاجة مهمة بزاف اللي هي بلوس دو كا بي، حيت هنا كيلكو كا ابارتيان زد، إلا زدنا ليه دو بي راه يبقى ميم، يعني السينوس والكوسينوس تاعو لي ميم، زدنا ليه 4 بي غيبقاو لي ميم، زدنا ليه 6 بي غيبقاو لي ميم، زدنا ليه زيرو غيبقى لي ميم. فهاديك دو كا بي راه مهمة مهمة بزاف، ما تنساوهاش إلا كنا كنخدمو بالغاديان، حيت ماشي بدوغري. وبالنسبة لهذا الشيء كامل راه كاين في الدرس تاع تريغونومتري في السانكيام، فتقريبا هكا نكونو ديتيرمينا لونغل ا بي ا سي وديتيرمينا الكوسينوس تاعو والسينوس تاعو. ونمشيو دابا للسؤال الثاني. سيون دو قال لنا كالكولي لاغ ديال او السيرفاس ديال تريونغل ا بي سي، يعني خاصنا نحسبوا لا سيرفاس ديال تريونغل ا بي سي. كيما شفنا في الدرس شنو هي السيرفاس تاع تريونغل؟ 1 سور 2 فوا لا فالور ابسولي ديال هاد الفيكتور ا بي او الفيكتور ا سي، ديتيرمينون تاعو يعني ديتيرمينون تاع الفيكتور ا بي الفيكتور A, C. كنشدو هاد البوان وهاد البوان وهاد البوان والبوان الاخر، فاش كنديرو هنايا؟ كنديرو يعني ديتيرمينون ونسدو لا فالور ابسولي. فبالنسبة للديتيرمينون تاع A, B, A, C خاصنا لي كوردوني تاعهم. لي كوردوني تاع A, B كنا حسبناهم في السؤال اللي قبل، يعني موان 3 موان 3 اللي هي موان 6، X تاعو هو موان 6، و Y هو موان 3 موان موان 1 اللي هي موان 2. وبالنسبة لي كوردوني تاع A, C, 2 موان 3 موان زان، وعندك في التحت موان 3 بلس 1 اللي هي موان 2. فهنايا اش كنديرو في الديتيرمينون؟ هذا في هذا ناقص هذا في هذا اللي غتعطينا 10، يعني راه كتساوي 1 سور 2 فوا الفالور ابسولي ديال 10. هاد الديتيرمينون تاعهم كنا حسبناه في السؤال اللي قبل، و لا فالور ابسولي ديال 10 هي 10 حين 10 بوزيتيف، يعني 1 سور 2 فوا 10 اللي هي 5، وهكا نكونو حسبنا لا سيرفاس ديال تريونغل ا بي سي. الكيستيون 3 ديتيرميني ليكواسيون كارتيزيان ديال droite D perpendiculaire à la droite AC et passant par le point B les coordonnées tau moins 3 moins 3. فهنايا اش خصنا؟ خصنا بعدا ليكواسيون كارتيزيان ديال هاد لا دغوات هادي، باش ديك الساعة نخدمو بالفيكتور ديريكتور والفيكتور نورمال ونلقاو هاد لا دغوات هادي، يعني ليكواسيون كارتيزيان تاعها. دائما ليكواسيون كارتيزيان مرتبطة بالفيكتور ديريكتور والفيكتور نورمال. هنايا ما عندناش ليكواسيون كارتيزيان تاع هادي، فنقولو يعني نحاولو نحسبوها. قلنا
ا سي ليكواسيون كارتيزيان هي ا اكس بلس بي ايغريك بلس سي ايغال 0. ا شنو هي؟ هي لوردوني تاع هذا موان لوردوني تاع هذا يعني ايغريك سي موان ايغريك ا، اي بي شنو هي؟ هي اكس ديال ا موان اكس ديال سي. فكل حاجه نعوضها بالقيمه تاعها ايغريك تاع سي اللي هو موان 3 موان ايغريك تاع ا يعني بلس 1 موان 3 بلس 1 اللي هي موان 2، و بي شنو هي؟ اكس ديال ا اللي هو 3 موان اكس ديال سي اللي هو 2 اللي كتساوي 1. ف دابا لقينا بي و لقينا بي و لقينا ا، يعني نقولوا ا سي شنو هي ليكواسيون كارتيزيان تاعها؟ هي موان 2 اكس بلس إيغريك حيت بي هي واحد وعاد بلوس سي إيكال زيرو. دابا بقى لينا هاد سي، سي أش كنديرو؟ كنشدو شي بوان من هاد لا دغوات هادي وكنعوضو يعني لي كوردوني تاعو بلاص إكس أو إيكغيك. فاش غنقولو أون شي بوان كاين في أسي على سبيل المثال بوان أ، راه كاين في لا دغوات أسي حيت ها هو البوان أ وكاين البوان سي تا هو، يعني أ راه أبارتيان لا أ سي، يعني موان دو في إكس أ بلوس إيكغيك أ بلوس سي ا كتساوي زيرو. بهذا الشكل هذا يمكن لينا نلقاو سي. اكس ا شنو هو؟ هو 3 هنايا موان 6، و ايكغيك ا اللي هو موان زان، يعني موان زان بلوس سي ايكال زيرو دائما ليكيفالونس. و هاد موان 6 و موان زان نجيبوهم من الطرف الاخر تولي لنا ايكيفالون. هنا عندك موان 7 نجيبوها لهنا تولي 7، سي ايكال 7. يعني دونك ليكواسيون كارتيزيان تاع ا سي دابا لقيناها اللي هي كيما كتشوفوا موان 2x بلس y بلس 7 ايكال ا زيرو. دابا خاصنا نلقاو ليكواسيون ديال لا دغوات بي اللي بيربونديكولار ا سي. فدابا هذه اللي هنا هي ا، وهذه اللي هنا هذا اللي هنا هو بي اللي هو واحد y. فشنو هو الفيكتور ديريكتور تاع ا سي؟ قلنا U الفيكتور ديريكتور تاع ا سي شنو هما لي كوردوني تاعو؟ هنا اش كنديرو؟ موان بي، وهنا كنديرو ا. هنايا بي هي واحد، يعني موان بي هو ناقص واحد، وبالنسبة لا اللي هي موان دو. هذا اي لو فيكتور ديريكتور، الفيكتور ديريكتور تاع شنو؟ دغوات تاع لا دغوات ا سي دو ا سي. وبويسك إلا كانت AC perpendicular à D، راه الفيكتور ديريكتور تاع AC هو الفيكتور نورمال ديال D. دونك يعني هاد الفيكتور غيكون هو الفيكتور نورمال ديال لا دغوات D، إي لو فيكتور نورمال ديال دو دي. حيت علاش؟ حيت على سبيل المثال ها هي لا دغوات AC تلكوها A وها سي، هذه لا دغوات ا سي، وقلنا دي راه بيربونديكولير مع ا سي، يعني تكون دي هي هذه، هذه هي دي. فبالنسبه للفيكتور ديريكتور ديال ا سي كي غيكون؟ الفيكتور ديريكتور تاع ا سي غيكون غادي في الميم سونس ديال ا سي، يعني غيكون بهذا الشكل هذا، يقدر يكون فوق ا سي، يقدر يكون كاع برا تاعها، المهم غيكون دائما باراليل معها وغادي في الميم سونس تاعها اللي هو اي، بهذا الشكل هذا. و كما قلنا الفيكتور نورمال تاع دي كي كيكون معاها كيكون بيربونديكولير معاها. عندنا او راه باغاليل مع ا سي، يعني راه غيبقى بيربونديكولير مع دي. حيت علاش؟ حيت دي راه بيربونديكولير مع ا سي، يعني الا كانت واحد لا دغوات بيربونديكولير مع واحد لا دغوات وواحد لا دغوات اخرى باغاليل مع وحده منهم راه غتكون بيربونديكولير مع الاخرى. هادشي اللي طبقنا هنايا، الفيكتور او غيكون بيربونديكولير مع دي. وشنو هو؟ قلنا الفيكتور اللي كيكون بيربونديكولير مع لا دغوات هو الفيكتور نورمال تاعها، يعني هنا اي هو الفيكتور نورمال تاع لا دغوات دي. اي موان زان موان دو اي لو فيكتور نورمال دو لا دغوات دي. فهنا اش غنقولو؟ هذا اللي هنا هو ا، وهذا اللي هنا هو بي بالنسبه لا دغوات دي. فدابا هذا اللي هنايا هو الفيكتور نورمال ديال لا دغوات دي. واش كنعرفوا على الفيكتور نورمال؟ هذا اللي هنا كيكون هو ا، وهذا اللي هنا هو بي. يعني دي نقولوا ا برايم اكس بلس بي برايم ايغريك بلس سي برايم ايغال زيرو. هنايا ا برايم اش غيكون؟ درنا ا برايم هنا باش ما نخلطوش مع داك ا اللي خدينا في لا دغوات ا سي، ابريم اللي هو موان زان، هنا توجور تيل كو
و بي بريم اش غيكون؟ بي بريم هو موان 2، حيت هادو يعني الفيكتور نورمال كيكون هذا هو ا وهذا هو بي، الفيكتور ديريكتور كيكون هذا موان بي وهذا ا، هادشي كامل كما شفنا في القاعدة. فدابا ا بريم هو موان زان و بي بريم هو موان 2، نعوضو بالقيم تاعهم، غتكون عندنا لا دغوات دي، ليكواسيون تاعها سو كي امبلي كو دي ديكواسيون موان اكس موان 2y بلس سي بريم ايغال 0. دابا بقات لينا هاد سي بريم نحاولو نحسبوها، اش كنديرو؟ كناخدو شي بوان من دي وكنعوضو بلي كوردوني تاعو، اون شي بوان من دي هنايا قاليك دي باس بار بي موان 3 موان 3، يعني بي ابارتيان لدي، دونك موان اكس بي موان 2y بي بلس سي بريم إيغال زيرو، إكس بي و إيكغيك بي عندنا، إكس بي اللي هو موان 3، موان موان 3 اللي هي 3، موان 2 في إيكغيك بي يعني موان 2 في موان 3 اللي هي 6، بلس سي بريم إيغال زيرو، سو كي أمبليكا ولا إيكيفالون كاع هنايا حيت راه كنعوضو بالأعداد، إيكيفالون سي بريم أش غتكون؟ هي 9 في الجوا الطرف الآخر، يعني سي بريم إيغال موان 9، دو نعوضو سي بريم بالقيمة تاعها، ليكواسيون تاع لا دغوات دي غتكون هي موان زيكس موان دو زيكغيك موان نوف إيكال زيرو. هنايا إلا خليناها بهاد الشكل هذا صحيحة، ولكن كتشوفو موان كاينة في جميع الأطراف، يعني هادي هي الخطوة اللي بغا يزيدها باش نتهناو منها، نضربو هذا في موان وهذا في موان، زيرو ضربتيه في موان غيكون موان زان، يعني غيكون هو نيت زيرو، هادي إلا ضربتيه في موان زان هادي غتولي بلوس هادي بلوس وهاد موان غتحيد، وغتبقى لينا ليكواسيون ديال لا دغوات دي هي إكس بلوس دو زيكغيك بلوس نوف، ضربناه في موان زاهر باش متبرتسناش ديك موان في الأسئلة اللي غيجيو من بعد. La question B est de déterminer la représentation paramétrique de la droite D. Faire la représentation paramétrique grâce à ce point qui est D, يعني عندنا ذاك البوان, on a B moins 3 moins 3 appartient à la droite D. Et grâce à un vecteur directeur de la droite. الفيكتور ديريكتور هنايا يكون هو موان 2 ا، الفيكتور لي لي كوردوني تاعو نقولو في على سبيل المثال موان 2، وهنايا غتكون ا لي هي 1 يعني موان 2 1. شفنا كيفاش ناخدو لي كوردوني تاع الفيكتور ديريكتور من خلال هاد ليكواسيون كارتيزيان هادي، هذا الفيكتور ديريكتور يعني ديال لا دغوات دي ديريكتور دو دي. فدابا يمكن لينا نقادو الغوبريزونطاسيون باراميتريك كتكون على شكل سيستيم بهذا الشكل هذا، هنا كتكون اكس ايكغيك، اكس اش كتساوي ايكغيك اش كتساوي؟ اكس كتساوي اكس ديال واحد البوان اللي كاين في لا دغوات دي على سبيل المثال، عندنا اكس ديال بي وهنا ايكغيك تاع بي، بلس اشنو؟ بلس لي كوردوني تاع الفيكتور، يعني الفيكتور ديريكتور ماشي الفيكتور نورمال، لابد يكون الفيكتور ديريكتور، يعني هنا اكس ديال في فوا تي، وهنايا ايكغيك ديال في فوا تي، و تي كو تي ان باراميتر ريال، يعني دابا نعوضو كل حاجة بالقيمة تاعها، تبقى ليك دي الغوبريزونطاسيون تاعها اكس ايغال ايغريك ايغال، هنا غتكون اكس بي اللي هي موان 3 يعني نديرو موان 3، و اكس ديال في اللي هو موان 2 يعني موان 2 تي، و هنايا ايغريك غتكون ايغريك تاع بي موان 3 موان 3، و بالنسبة لايغريك تاع في غتكون هي 1 يعني بلس تي، و تيكو تي ان باراميتر ريال، و هكا نكونو قدينا الغوبريزونطاسيون باراميتريك ديال لا دغوات دي. و دابا نمشيو للسؤال اللي من بعد. الكيستيون 3 قال لي كالكولي لا ديستونس اللي كتفصل بين البوان ا و لا دغوات دي، يعني تلكو ديك الديستونس اللي هي الاسقاط تاع البوان ا، حيت كيما قلنا الا كانت هادي هي لا دغوات دي هذا البوان ا، بغينا نعرفو لا ديستونس كنشوفو اقرب ديستونس، يعني كنديرو الاسقاط بشكل عمودي على لا دغوات دي، مايمكنش ناخدو اي ديستونس من هنا لهنا من هنا لهنا، كنشوفو اقرب ديستونس. فدابا هاد لا ديستونس هادي هي اللي كنرمزو ليها بهذا الشكل هذا، عقل مزيان على هاد الرموز اللي هي دي ا دي، هادي هي لا ديستونس اللي كتفصل بين البوان ا و لا دغوات دي. فالمهم
دابا عندنا ليكواسيون كارتيزيان تاع دي هي اللي غتمكننا نجاوبوا على هذا. اش كنديروا في لا ديستونس؟ دي اللي كتفصل بين ا و دي اشنا هي؟ راه هي لا فالور ابسولي ديال ليكواسيون كارتيزيان، ولكن بلاص اكس و واي كنديروا اكس ديال البوان اللي عندنا، يعني اكس ا و واي ا. الفالور ابسولي ديال اكس ا بلس 2 Y A plus 9 بهذا الشكل هذا، وكنسدو الفالور ابسولي ديك إيكال زيرو مكنديروهاش. وعلى شنو؟ على الغاسين ديال أ كاري بلس ب كاري. ديك أ كاري وب كاري شناهي هي؟ أ راه هي داك العدد اللي هنايا، ها هي أ، وب هي العدد اللي هنايا. هذا الشيء كامل شفناه في القاعدة. أ كاري اللي هي واحد بلس ب كاري اللي هي 4. يعني هكا دابا يمكن لينا نحسبوا لا ديستونس اللي كتفصل بين البوان ا ولا دغوات دي. طبقنا القاعده كما هي، يعني دابا اكس ا هي 3 نديرو 3 بلس 2 في واي ا، يعني موان 2 3 موان 2 بلس 9 الفالور ابسولي نسدوها، وغتبقى ليك سور الغاسين ديال 5. وهذه راه هي يعني 3 بلس 9 اللي هي 12 موان 2 يعني 10. الفالور ابسولي ديال 10 اللي هي يعني 10 سور غاسين ديال 5، واللي هي يعني هنايا يمكن لينا نضربو في غاسين 5 باش نتخلصو من الغاسين في المقام. غتبقى ليك 10 غاسين 5 سور 5، واللي هي يعني 2 غاسين 5. وهذه هي لا ديستونس لقيناها بهذا الشكل هذا. فتقريبا هذا هو الابليكاسيون تاع الفقره تاع دغوات دو لوبلون. ودابا نمشيو للفقره تاع السيركل ديتود اناليتيك، يعني شفنا لا دغوات، دابا غنشوفوا السيركل دون لوبلون. قال لك يعني او سونتر تاع السيركل لي كوردوني تاع اكس او ايغريك او، و ام واحد البوان كاين في البيريمتر تاع السيركل لي كوردوني تاعو هو اكس ام ايغريك ام. كما كتشوفوا هذا هو السيركل تاعنا، او سونتر تاعو ام واحد البوان كاين في البيريمتر، والغيون تاعو اللي هو او ام اللي هو ار. قال لك المسافه او ام اش كتساوي؟ كتساوي اكس ام و غاسين تاع كل شيء، اكس ام و اكس 0 او اكس او كاري بلس ايغريك ام و ايغريك او كاري، و كتساوي ايضا ار. انت كما كتشوفوا او ام راه هي نيت ار. وهنا الى رفعنا الكاري باش نحيدوا هذا الغاسين هذا، غتبقى لك ار كاري كتساوي اكس ام و اكس 0 كاري بلس ايغريك ام و ايغريك 0 كاري. وبالنسبه لهذه راه هي نيت الايكواسيون كارتيزيان تاع السيركل هير بلاص، يعني لي كوردوني تاع هذا البوان كنحطوا هير اكس و ايغريك. كما كتشوفوا ليكواسيون كارتيزيان دو سي سي اكس موان اكس 0 كاري بلس ايغريك موان ايغريك 0 كاري ايغال ار كاري. هذه هي ليكواسيون كارتيزيان تاع السيركل. من بعد غنشوفوا واحد الابليكاسيون اللي جمع هذاك الشيء كامله. فالمهم نمشيو دابا لونسومبل دي بوان. الا قال لك لونسومبل دي بوان لونسومبل او دي بوان ديتيرميني تاع داك لونسومبل دي بوان تيل كو او هو اكس كاري بلس ايغري كاري بلس ا اكس. هاد ا كيعطي لك شي نومبر، و بيتا هو شي نومبر ايغري بلس سي، و سي تا هو شي نومبر ابارتيان لار ايغال زيرو. اش كدير انت؟ كتحسب العلاقه تاعك اللي هي ا كاري بلس بي كاري موان كاتر ا سي. الحاله الاولى الا لقيتيها انفيريور ستريكتومون ا زيرو كتساوي شي نومبر نيجاتيف، كتقول لونسومبل دي بوان او هو لونسومبل فيد. الا كانت كتساوي زيرو كتقول لونسومبل دي بوان او هو الونيك بوان، يعني كاين واحد البوان اللي هو يعني نسميوه البوان ا، لي كوردوني تاعو هو موان ا سور 2. ها هي ا راه كاينه، هو هذا العدد اللي كيكون هنايا موان ا سور 2، و ايغريك تاعو هو موان بي سور 2. ها هو بي راه كاين هنايا، فكاين ديك الساعه ان اونيك بوان. الا كانت القاعده اللي هي ا كاري بلس بي كاري موان كاتر ا سي سوبيريور ستريكتومون ا زيرو، يعني ستريكتومون بوزيتيف، ديك الساعه كتقول لونسومبل دي بوان او هو سيركل de centre A des coordonnées moins A sur 2 moins B sur 2 ou de rayon racine A carré plus B carré moins 4 AC sur 2. بهذا الشكل هذا، هذا هو الفقره تاع لونسومبل دي بوان. مهمه بزاف دائما كتحط في التمارين، خاصك تضبطها. الحاجه اللي فيها هي هذه القاعده هذه، اللي عرفتي هذه القاعده هذه راه غتجاوب عليها بدون اي مشاكل. وكاين عندك في الاخر لغوبريزونطاسيون باراميتريك ديال السيركل
كنديرو فيها كالعادة واحد السيستيم بحال دغوات تلكو إكس كتساوي إكس زيرو بلس يعني إغ فوا الكوس تاع تيتا، تيتا بارتيان لإغ، إغ هو الغيون تاع السيركل، و إكس زيرو هو لابسيس تاع السونتر تاع داك السيركل، و إيكغيك كتساوي إيكغيك زيرو بلس الغيون فوا سينوس تاع تيتا، تلكو تيتا بارتيان لإغ إيكغيك زيرو يعني الأوردوني تاع النقطة اللي هي السونتر تاع السيركل، و الغيون هو الغيون. فالمهم هادي الفقرة تاع ديتود اناليتيك، ومشيو دابا لواحد ليكزارسيس دابليكاسيون. مشيو دابا لابليكاسيون تاع الفقره تاع السيركل دون لو بلون، يعني ليكيب تاع السيركل. فالمهم هنا ناخذ واحد السيركل لي سونتر تاعو هو او دو موان زير، لي كوردوني تاع او، والغيون تاعو هو دو راسين دو. سؤال الاول قال لك ديتيرميني ليكواسيون كارتيزيان ديال هذا السيركل هذا، وعاد قال لك ديتيرميني ريبريزونطاسيون بارامتريك ديالو. فبالنسبه ليكواسيون كارتيزيان تاع السيركل ساهله بزاف، ماشي بحال تاع لا دغوات، يمكن لينا نعرفوها غير الا كان عندنا السونتر وعندنا الغيون، صافي راه عندنا ليكواسيون كارتيزيان. اش كنديرو؟ كنديرو اكس اش كنديرو؟ قلنا اكس يعني اكس هي اكس كتبقى كيما هي موان اكس زيرو كاري، وعاد كنديرو بلوس ايكغيك موان ايكغيك زيرو كاري ايكال ار كاري. هادي هي ليكواسيون كارتيزيان، ولكن خاصنا كل حاجة نعوضها بالقيمة تاعها. هنايا قالها يمكن لينا نقولو ديريكتومون ليكواسيون كارتيزيان ديال سي هي هادي اللي هنا. ف نعود نكتبوها هنايا إلا عودنا للقيام، إكس إكس زيرو شنو هي؟ هي دو إكس موان دو كاري بلوس إيكغيك موان إيكغيك زيرو، يعني إيكغيك بلوس أن كاري إيكال إر كاري اللي هي 8. هادي دابا هي ليكواسيون كارتيزيان، يمكن ليك تحسب أولا تخليها كيما هي، ماشي مهم، المهم أنك تحددها بهذا الشكل هذا. هادي كتسمى ليكواسيون كارتيزيان ديال سي. نمشيو دابا لغوبخيزونطاسيون باراميتريك ديال سي. لغوبخيزونطاسيون باراميتريك اش كنديرو فيها؟ سي كنديرو السيستيم إكس إيكال و إيكغيك إيكال. هنايا كنديرو إكس ديال سونتر تاع السيركل اللي هو في هاد الحالة أو، يعني إكس أو و إيكغيك أو، بلوس إر فوا الكوس ديال تيتا، و عاد هنايا بلوس إر فوا سين ديال تيتا تلكو تيتا أبارتيان لإر، شي أونجل كيما كان. المهم يعني سي دو بوان سيستيم إكس إيكال إيكغيك إيكال، إكس زيرو شناهي هي أولا إكس أو هي دو، دو بلوس الغيون لي هو دو راسين دو فوا الكوس ديال تيتا، تيتا كتبقى هي هي، مكتبدلش إيكغيك ديال أو لي هي موان زان بلوس دو راسين دو فوا سينوس ديال تيتا. و بهذا الشكل هذا نكونو قادينا لغوبخيزونطاسيون باراميتريك ديال السيركل تاعنا. يعني الفقرة تاع السيركل لغوبخيزونطاسيون باراميتريك و ليكواسيون كارتيزيان مفيهمش شي أسئلة صعاب، حيت يلا بدينا فيهم دابا، تا الدروس اللي بعد عاد نتعمقو فيهم كثر. ولكن اللي بغا الأسئلة يعني كاع الأسئلة اللي يمكن يتحطو راه من بعد غنزيد نقدمهم في القناة، فمنساش واحد اللايك واشتراك في القناة باش نزيد نقدم ليك ملخصات بحال هكا ودروس، يعني في كاع الدروس تاع الأولى باك إن شاء الله نقدمهم في القناة، وأيضا الدروس تاع الثانية باك. فالمهم كان معكم عماد، خليكم في أمان الله والسلام عليكم.